بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة. النهاردة هنتكلم مع بعض عن الذهب، ايه اللي ممكن يحصل في الذهب في الايام القادمة وايه السيناريوهات المطروحة. النهاردة الذهب فتح على انخفاض، ولكن ده شيء عادي جدا جدا جدا. هقول لحضرتك دلوقتي يعني اللي بيحصل ده عادي، ممكن ما تاخدش بالك منه اصلا، وعلى نهايه اليوم تلاقي فيه ارتفاع تاني. ده شيء طبيعي جدا وبيحصل في وقت الازمات والحروب وفي الاوقات اللي احنا فيها دلوقتي. ولكن انا هقول لحضرتك اللي متوقع في الايام القادمه وايه اللي ممكن حضرتك تشوفه، وليه الذهب كان بيرتفع في الايام الماضيه، وبعد كده حضرتك بتقدر تقرر ابيع ولا اشتري. وفي نهايه الفيديو برضه هقول لحضرتك الصح انك تبيع في الوقت ده ولا انك تشتري في الوقت ده، لانه الوقت ده قاتل جدا 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 وفي مضاربين كتير اكتر منهم مستثمرين. تعالوا مع بعض نشوف ايه الحكايه، ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. تعالوا مع بعض في الاول نشوف النهارده سعر الذهب في الفتره الصباحيه او في المعاملات الصباحيه. عيار 24 مسجل 2926، وليه اللي بيقول ان ده انخفاض؟ لا خالص، ده مش انخفاض ابدا، بالعكس الذهب المفروض يكون ارخص من كده بكتير جدا في الوقت الحالي. ولكن اللي حصل عندنا في مصر محليا بالنسبه للدولار او ارتفاع سعر الدولار هو اللي خلانا وصلنا لكده، وبالنسبه عالميا طبعا الاحداث الجاريه دلوقتي هي السبب في ارتفاع برضو سعر الذهب، لانه من الطبيعي انه انا ما اشوفش الوقت ده الذهب بيوصل للسعر ده. فما تسمعش حد يقول لحضرتك انه ده انخفاض وما تخافش من الانخفاض، ده اصلا مش انخفاض، احنا دلوقتي على ترند صاعد مش هابط. عيار 24 زي ما قلنا مسجل 2926، عيار 21 مسجل 2560، عيار 18 مسجل 2150، جنيه الذهب مسجل 20480، والاوقيه مسجله 1996. من يومين انا قلت لحضراتكم عادي جدا ان الشاشه تفتح على انخفاض، وعادي جدا برضو انها تفتح على ارتفاع. اللي بيحصل دلوقتي يا جماعه مش النورمال والطبيعي. الاسبوع الماضي الذهب تجاهل كل البيانات الاقتصاديه وبرضو ارتفع، بالرغم من انه كان عندنا بيان مهم جدا هو نفقات الاستهلاك الشخصي في صالح، كان في صالح الدولار وضد الذهب، وبرضو شفنا الذهب بيرتفع عشان يثبت لحضرتك انه ملاذ امن يعني مهم جدا جدا وقت الازمات والحروب. وبعد محاولة الاجتياح البري شفنا عمليات الشراء بتزيد على الذهب بشكل مش طبيعي، وشفنا الذهب بيرتفع. طبيعي لما يكون عندي عمليات شراء كتيرة جدا بشوف الذهب بيرتفع. طيب في مجال الذهب يرتفع ولا ينخفض؟ هقول لحضرتك عشان محدش يقول لحضرتك في الايام القادمة الذهب لا هينخفض ولا هيرتفع، ما تاخدش اي سيناريو من اي حد، لانه بمنتهى البساطة كل السيناريوهات مفتوحة ومطروحة. بمعنى لو شفنا تصعيد للي بيحصل في المنطقة دلوقتي هتشوف الذهب بيرتفع وبجنون، وخصوصا في حال تدخل اي اطراف اخرى في الصراع، وطبعا الدولة بعينها اللي اتكلمنا عنها قبل كده وهي ايران، قلت لحضراتكم كتير جدا هي كلمة السر في اللي بيحصل دلوقتي. ولازم تكون عارف انه دلوقتي ولا وقت بيع ولا وقت شراء، دلوقتي ممكن يكون وقت بيع ولكن للمضاربين وليس للمستثمرين، لكن بالنسبه للشراء ده مش وقت شراء خالص. في الايام الماضيه في ناس كتيره جدا كانت قاريه المشهد من بعيد وشايفه وعارفه انه الذهب هيرتفع اشتروا للمضاربه، لكن كل اللي اشترى بالمضاربه حضرتك بتضارب في وقت الذهب فيه مش ماشي مع الطبيعي والنورمال خالص. بمعنى انه حضرتك ممكن يكون الريسك كبير جدا 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 وتخسر، وممكن يكون برضو المكسب كبير جدا، علشان كده القرار بيرجع في النهاية لحضرتك. ولكن انت عارف انت مضارب، انت عايز تبيع تشتري الاسبوع الماضي وبعد 10 ايام تبدأ تبيع، اذا انت مضارب مش مستثمر ولا مدخر. امبارح وبالرغم من انه الشاشه العالميه كانت قافله شفنا تلاعب 3 مرات في يوم واحد، شفنا الذهب بيرتفع وبينخفض 3 مرات في يوم واحد، لانه بمنتهى البساطه التاجر عارف انه ده وقت لا مناسب للبيع ولا مناسب للشراء، ولكن هو بيقيس على يعني اداء المستهلك. بمعنى هتروح تبيع له هيخفض لحضرتك الذهب، هيلاقي قوه شرائيه اقصد كبيره بتبيع هيبدا يخفض الذهب، هيلاقي قوه شرائيه قليله خلاص بيرفع الذهب، كتيره فبيرفع الذهب. ولكن هو هنا الغريب انه احنا شايفين ناس بتشتري. حضرتك لما كان الذهب 2100 و2150 قلت لحضرتك ان اقصى نقطه ممكن تشتري عندها واكبر نقطه مقاومه هي ال 2200، بعد ال 2200 ما تشتريش ذهب، حضرتك كده شاري دولار الصاغه اعلى، دولار الموازي اعلى بكتير من دولار الصاغه، حضرتك كده بتخسر بفرق القيمه. لازم تكون عارف انه الذهب احتمال صعوده اكتر بكتير جدا من انخفاضه، وخصوصا مع بدايات 2024. عادي جدا انه حضرتك تشوف انخفاض دلوقتي، ما تتخضش ما تنخدعش في الانخفاض، الارتفاع بيجي بعد الانخفاض والانخفاض بيجي بعد الارتفاع، وده شيء طبيعي جدا بيكون. يبقى بالنسبة للناس اللي عايشة بره مصر، لو حضرتك معاك فلوس وحابب تشتري دلوقتي احنا قلنا المواصفات كتير وقلنا ازاي حضرتك تقدر تشتري،
لكن لو حضرتك معاك ذهب وحابب تبيعه، لا حرام عليك، ما تبيعش ذهبك دلوقتي. القادم ارتفاع مش انخفاض. ده كده بالنسبة للناس اللي عايشة بره مصر. طيب بالنسبة محليا، عندنا هنا محليا اوعى تنسى انه عندنا مبلغ كبير جدا جدا شهادات ال 25%، واوعى تنسى برضو النقطة التانية ان شهادات ال 18% شهر مارس الماضي هي اللي رفعت الذهب ووصلته للمستويات دي، ولا كان عندنا حروب ولا كان عندنا ازمات ولا اوبئة ولا اي شيء خالص، وكان الذهب عندنا في مصر مرتفع عن الذهب العالمي 1000 جنيه. 1000 جنيه فعلا، كان فعلا مش مبالغة 1000 جنيه. طيب عندنا شهادات زي دي؟ ايوه عندنا استحقاق شهادات ال 25%، ولكن في هنا نقطة، هنا هيكون الناس هتاخد او الفلوس اللي هتنزل في الحسابات قيمة الشهادات زائد العائد، لان الناس دي ما اخدتش عائد شهري، لا العائد بتاعها كان في نهاية المدة، فالمبلغ كبير جدا جدا. هنشوف مستويات كبيرة جدا للذهب في حال عدم اصدار شهادات جديدة من البنوك، وده بصراحة اللي احنا شايفينه لحد دلوقتي، مش شايفين اي بوادر خالص لانه نشوف شهادات جديدة. وبمنتهى البساطة لو الفيدرالي الامريكي ثبت اسعار الفايدة، هتشوف انه المصري البنك المركزي المصري يعني بيثبت برضو اسعار الفايده، وفي حال تثبيت اسعار الفايده يبقى ما ينفعش اعمل اوعيه ادخاريه جديده، ساعتها هتشوف الفلوس دي كلها بتنزل للاسواق في الذهب. ما هو انا طبيعي عميل شهاده معايا فلوس، هسيبها تتاكل ولا هحطها في الشهاده 19% والتضخم 40%؟ يعني عندي بالماينس حوالي 21% عائد سلبي. ففي الطبيعي زي ما الناس التانية عملت أصحاب شهادات ال 18% هيجروا بسرعة على الذهب. ساعتها حط 1000 جنيه على كل سعر للذهب دلوقتي، ويمكن أكتر كمان بكتير. السيناريو لو اتكرر هيكون أعنف وأسوأ. طيب نرجع تاني معلش العالميا، في نقطة مهمة جدا حابة أقولها لحضرتك هتعرفك قد إيه ممكن يوصل الذهب في الأيام القادمة لمستويات غير مسبوقة. شفنا الذهب بيرتفع من يوم 7 اكتوبر لحد النهارده 3 مرات. طيب في حال تدخل الدوله اللي قلت لحضرتك عليها هيكون في تاثير على امريكا والاقتصاد العالمي، لانه بمنتهى البساطه الشرق الاوسط هو خط امدادات البترول او النفط في الدرجه الاولى، الى جانب التاثر في خطوط الامدادات في الممرات الدوليه والتاثر والنقل والشحن وكل الكلام ده كله. ساعتها هتشوف الذهب بيرتفع تباعا بعد النفط بصوره كبيره جدا. كمان لازم تكون عارف، لو كنت مفكر ان الفيدرالي ممكن يرفع اسعار الفايده المره دي، في اعتقادنا كلنا انه لا مش المره دي، لانه احنا لما بنعوز نعرف ازاي هيرفع اسعار الفايده ولا هيخفض اسعار الفايده، بنقيس بحسب اداه متابعه سعر الفايده الفيدراليه. بنسبه 97% توقعوا تثبيت اسعار الفايده عند مستويات 5.25 او 5.5، وفي المقابل توقع 3% تخفيض اسعار الفايده 25 نقطه اساس. يعني عندنا جزء كبير منهم او التلتين بيتوقعوا تثبيت والجزء الباقي بيتوقع تخفيض، محدش اتكلم خالص عن رفع اسعار الفايده، لانه ممكن ترجعوا للفيديوهات اللي فاتت انا قلت لحضراتكم انه الامريكا عندها اقتصاد او عندها مشكله كبيره جدا جدا جدا، لما قلت لحضراتكم ان الاقتصاد العالمي اللي تنبأ بالازمه العالميه بتاعه 2008 بيتر شيف بيتنبأ برضو دلوقتي بانه الازمه القادمه اسوأ مليون مره على البنوك وعلى الاقتصاد الامريكي ككل. وما تنساش، اوعى تنسى التصنيف السلبي اللي اخدوه من وكالة موديز من حوالي 3 شهور. بقى انت كده حضرتك على ترند صاعد. بالنسبة لو حضرتك معاك ذهبك او اشارة البيع لسه ما جاتش، احتفظ بذهبك وخلي بالك منه كويس قوي، ومهما شفت من تصريحات سلبية وانخفاض في اسعار الذهب ما تتوهمش. اما بالنسبة لعندنا هنا في مصر الوضع اسوأ، حضرتك هو هيبيع وهياخد دولار، حضرتك هتبيع هتاخد جنيه، وبعد شهر واحد الجنيه هيتم تخفيضه، يعني 100,000 جنيه هيساوي 70,000 جنيه. أظن الكلام اللي بين السطور واضح جدا جدا. أتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضراتكم، قدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومة واحدة، وبنتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومة واحدة يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. شوف حضراتكم فيديو جديد وخبر جديد في أمان الله.